طيب عادل، واضحه الفكره عشان نتجاوزها؟ جدا واضحه. واضحه نعم. تركز على الكاريزما العالميه، تخرج اعلاميين، خلصنا من الافكار. ناتي في الحقيقه البدايه اللي كانت يعني هي بدايه عاديه جدا ومتوقعه، ولكن وجه هذا البرنامج بانتقاد الحقيقه لاذع، وهو انتقاد الحقيقه في محله من ناحيه الديكورات، اللوكيشنات والديكورات. عاد لك تعليق؟ انا بالنسبه لموضوع الديكورات موضوع مؤرق صراحه يعني. الاخوان هنا في القناه ما قصروا، افتحوا الميزانيه للمنسق وقالوا اشتغل، وعطوه وقت وعطوه ميزانيه. جميل. لكن للاسف عمليه التنسيق الديكورات يعني اقسم بالله لوكيشن الهنجر كني حاضر الزواج في مصر. ده. اخوان يعني انا اامل من المنسق، يا استاذي منسق اهدى اهدى، خذ نفس عميق، اللي اختار خليك طبيعي، خذ نفس عميق وخليك طبيعي تمام، خذ شهيق وزفير. انت لو داخل محل الاثاث هذا وفاتح بث تيك توك وخليت الجمهور يتشارك معك في اختيار اللوكيشن، والله العظيم انه افضل من اختيارك. انا ما ادري هذا ديكور ولا عمل وايد. الديكورات معك الان، هذا يعني الهانجر شوف مثلا عندك الهانجر، خليه يكمل، خليه يكمل، كمل كمل لوكيشنات. هذا اللوكيشن الاساسي، ايه هذا اللوكيشن الاساسي، وترون ايضا المتسابقين